رجاء المسيحية. قالوا عن أمنا العذراء مريم إنها رجاء المسيحية. الله زمان خلق آدم وحواء في الجنة، وبسبب الخطية اتطردوا منها. ربنا إداهم وعد إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، وطول الوقت كل القديسين زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف اللي ماتوا قبل ما يتولد ربنا يسوع، عاشوا مستنيين الوعد ده يتحقق ومنتظرين المسيح المخلص، وكان عندهم رجاء في الخلاص والحياة الأبدية مع ربنا. وده حصل لما الله اختار أمنا العذراء مريم تكون هي أمه، وبشرها الملاك غبريال وقال: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35. والوعد ده اتحقق، وولدت العذراء مريم ربنا يسوع، وده عرفناه في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 2:11 لما قال: إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وعشان كده استحقت أمنا العذراء مريم لقب رجاء المسيحية، لأنه من خلالها جاء الله عشان يخلصنا ويفدينا على خشبة الصليب. أمنا العذراء ليها ألقاب كتيرة قوي، وكل مرة هنعرف لقب جديد ونفهمه مع بعض. بركة وشفاعة أم النور تكون معانا كلنا.